يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قصة الهدهد عندما قال له سليمان عليه السلام ثم تولى عنهم، يقول هل يستفاد من الآية عدم الاختلاط بالكفار أو معاشرتهم دون ضرورة حفاظاً على ثم الدين؟ ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، تولى عنهم تسمع ماذا يقول بعضهم لبعض، هذا القصد. ما هو القصد أنه ما يختلط بهم، القصد أنه ما يرونه يصير في مكان يسمع كلامهم ولا يرونه، لأجل ينقل كلامهم لنبي الله سليمان. نعم. يقول وهل لنا الاستنباط من القرآن من دون أن يذكر ذلك علماء التفسير؟ والله بهذه الطريقة ليس لكم ذلك، ليس لكم ذلك، هذه طريقة ما هي صحيحة. أن تأخذ من هذا عدم الاختلاط بالكفار من قصة الهدهد، هدهد تولى عنهم من أجل يسمع كلامهم ويرويه لسليمان. نعم.